انا دكتور عبد الله مصطفى، خريج هندسه القاهره دفعه 2013. الحمد لله لما اتخرجت من الكليه بدات على طول ان شاء الله اشتغل ماجستير والدكتوراه. الحمد لله خلصت ماجستير والدكتوراه في هندسه القاهره في الخرسانه المسلحه. سنه 2017 قررت ان انا اعمل حاجه تكون متخصصه جدا في القصه بتاعه التدريب. فاحنا شركه سيفل اكاديمي، احنا مسؤولين عن التدريب في مجال سيفل بس، احنا ما عندناش اي كورسات في مجال تاني. كل اللي عندنا ان احنا بندرب المهندسين على القصه بتاعه البرامج الهندسيه لقسم مدني. 2017 قدرنا الحمد لله ان احنا ندرب حوالي 10,000 مهندس. 10,000 مهندس دول كانوا جوه مصر وبره مصر، الكورسات سواء الكورسات دي في مقر الاكاديميه في الدقي او عن طريق الكورسات الاونلاين. اهم حاجه لما تيجي تاخد اي كورس او اي دوره تدريبيه في الحياه بيبقى مهم عندك حاجتين: حاجه ان انت يبقى عندك محتوى كويس بيتقدم لك، تاني حاجه يكون حد يكون قادر ان هو مش بس ان هو شاطر ويقدر عنده معلومات، لا كمان شاطر ان هو يقدر يوصل لك المعلومات نفسها. فده احنا قدرنا نوفره عن طريق ان احنا عندنا 10 مهندسين. 10 مهندسين دول كلهم شغالين في شركات كبيره، منهم اللي شغال في شركه زي دار الهندسه، منهم شغال في محرم بخور، ومنهم اللي شغال في شركه سيسترا. كل المهندسين اللي عندنا شغالين في شركات. مش بس كده، في منهم حصل على درجه الدكتوراه انا ودكتور محمد زاهر، وفي كمان منهم اللي حصل على درجه الماجستير واللي حاليا بيحضر ماجستير. فاحنا متخصصين جدا في الحته بتاعه الكورسات مدني، مدني وبس، احنا ما بنديش اي نوع تاني من الكورسات، ويمكن هي دي نقطه القوه اللي احنا بنتكلم عنها، ان مفيش مكان بيبقى متخصص في حته واحده كده، احنا متخصصين في الحته دي وبس، ما عندناش اي نوع تاني من انواع الكورسات. المحاضرين اللي عندنا انا موجود بدرس تصميم انشائي، في عندنا دكتور محمد زاهر بيدرس اداره مشروعات، في عندنا من دار الهندسه بيدرس جزء الطرق، باشمهندس يوسف الرماوي، ومجموعه ثانيه من المهندسين. بالنسبه للخدمات اللي بتقدمها الاكاديميه، الاكاديميه بتقدم مجموعه من الخدمات. اول حاجه خدمه التدريب الهندسي، فاحنا عاملين مجموعه من الكورسات. الكورسات دي سواء في التصميم الانشائي او في الشوب دروينج او المكتب الفني، كورسات اداره المشروعات سواء بي ام بي او بالمديرة او كل الاجزاء بتاعه اداره المشروعات. عندنا كمان الاجزاء الثانيه زي الكورس بتاع البي اي ام وتصميم المنشآت المعدنيه. عندنا تقريبا حوالي 10 كورسات ب 10 محاضرين مختلفين، كل محاضر منهم متخصص في جزئيه معينه. الخدمه الثانيه اللي احنا بنقدمها ان احنا بنعمل تدريب صيفي للكليات والمعاهد. الحمد لله قدرنا نعمل تدريب صيفي سواء لمعهد العام رمضان، سواء مثلا لمعهد كمان زي معهد الجيزه، او شويه تعاونات كده مع الكليات. الحاجه الثالثه اللي بنقدمها تدريب الشركات. احنا قدرنا ان احنا ندرب مجموعه من الشركات على كذا جزء من اجزاء الهندسه المدنيه، اخرهم كانت شركه بيسر اللي دربناهم على الجزئيه بتاعت البي اي ام. تاني حاجه زي ما قلت لحضرتك، انت عشان تروح تاخد دوره تدريبيه انت تحس ان انت مبسوط جواه، وانت حاسس ان المحاضر كويس، فانت عندك المحاضر ده لازم توفر فيه حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو عنده خبره اكاديميه، ان هو يقدر يوصل لك المعلومه، الراجل دارس الراجل فاهم. تاني حاجه ان هو يبقى شغال بايده. عشان كده الشركه عندنا مش بس بتقدم القصه بتاعت التدريب، احنا كمان بنقدم قصه استشارات هندسيه. فاحنا عندنا المكتب بتاعنا ده بيبدا يعمل، احنا عملنا تنفيذ وعملنا تشطيبات تبع شركه اسمها شركه مراد، دي تعتبر شريك للشركه عندنا او شريك للاكاديميه عندنا. قدرنا ان احنا ننفذ مجموعه من المشروعات سواء تصميم داخل او خارج مصر، سواء تنفيذ جوه هنا في مصر، سواء تشطيبات او مقاولات. اخر حاجه احنا بنقدمها ودي اهم حاجه ويمكن اكتر حاجه بنعتز بيها، مجموعه من الخدمات المجانيه اللي احنا بنقدمها لكل الناس. اول حاجه احنا عاملين جروب هندسي، الجروب الهندسي ده عليه تقريبا 60,000 مهندس. 60,000 مهندس دول مش من مصر بس، 60,000 مهندس دي سوبر جروب، 60,000 مهندس دول من مصر، من كل الدول العربيه. على مدار الثلاث سنين قدرنا نفيد 60,000 مهندس دول عن طريق ان احنا بننزل لهم حاجات مفيده سواء في الشغل، سواء تدريب، سواء حاجات تنفعهم في الكليه، سواء ملفات بي دي اف، سواء برامج هندسيه نقدر نوفرها لهم اجزاء كتير جدا. الحاجه رقم اثنين القناه الاقليم. حاجه رقم اثنين ان احنا موفرين حوالي 500 فيديو على القناه بتاعتنا، اللي هي تقريبا فيها حوالي 50,000 مشترك. عندك 50,000 مشترك مشتركين في القناه، فدي خدمه بنقدمها مجانيه لكل المهندسين. مش قصه بتاعت ان هو بيدفع فلوس، لا، دي 50,000 مشترك موجودين بيتفرجوا على حوالي 500 فيديو بشكل مجاني تمام.
اخر حاجه قدرنا ان احنا نعملها ان احنا عملنا ويب سايت. الويب سايت ده بتقدر تخش عليه بتسجل بشكل فري وعندك ادوات 12 كورس، 12 كورس دول كلهم فري بشكل كامل. بتقدر تخش تقدر كل تبدا تسجل فيه تبدا تتفرج عليه بالكامل كل ده بشكل مجاني، وفي الاخر كمان بتاخد شهاده اكاديميه بشكل مجاني تمام. الحمد لله ان احنا يعني حاولنا ان احنا نحقق نجاح، والحمد لله ربنا اكرمنا فيه، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ان احنا نبدا ندخل معانا بقيه الاقسام. ولكن كان مهم قوي ان احنا نبقى متخصصين في جزئيه معينه في الاول ونبدا ان احنا نركز فيها قوي لحد ما ننجح فيها، وبعد كده ان شاء الله هنبدا ندخل معانا بقيه الاقسام. حابب اشكركم ان انتم يعني سمحتوا لي الفرصه دي ان انا اتكلم معاكم الفتره دي، وشكرا طبعا للنقابه وسياده النقابه.